هو احتمال رمي زوجين عند إلقاء حجري نرد لهما 6 جوانب ومرقمة من 1 إلى 6؟ لنفكر في هذا، لنفكر بجميع الاحتمالات الممكنة، ثم ما هي نسبة هذه الاحتمالات التي تمثل الحصول على أزواج؟ نريد الحصول على أزواج، لذا لنضع جدول بسيط هنا الذي سوف يعطينا كل الاحتمالات. لدينا 6 احتمالات في الحجر الأول، أو علي القول الرمية الأولى. إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6. لنسمي هذا الحجر الأول، الحجر الأول first dice. ثم في الحجر الثاني لدينا 6 احتمالات، إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6. هذا الحجر الثاني second dice. إذن سوف نحصل على احتمالات، لذا يمكننا الحصول على 3 هنا. ثم عند الحصول على 3 على الحجر الثاني، فربما يكون لدينا 1، 2، 3، 4، 5 أو 6 على الحجر الأول، لذا يمكن الحصول على 5 على الحجر الأول. ثم يمكن الحصول على 1، 2، 3، 4، 5 أو 6 على الحجر الثاني. إذا رسمت شبكة هنا، إذا أردت رسم شبكة هنا، دعوني أقوم بأفضل ما لدي لرسم شبكة بسرعة. سوف أقوم برسمها بسرعة، لذا دعوني فقط أرسم هذه الشبكة هنا. كل خلية في هذه الشبكة أو كل صندوق في هذه الشبكة سوف يمثل احتمال، كل صندوق في هذه الشبكة سوف يمثل احتمال كل الاحتمالات الممكنة. دعوني أنهي رسمها. إذن هنا والحصول على الفهم حول ما أعنيه بأنها تمثل احتمال، هذه الخلية هنا سوف تمثل الحصول على 4، هذه الخلية هنا سوف تمثل الحصول على 4 على الحجر الأول و2 على الحجر الثاني. هذا الاحتمال الذي تمثله، إنه أحد الاحتمالات الممكنة. الآن كم مجموع الاحتمالات الممكنة؟ حسناً، يمكننا النظر إلى المساحة لهذه هنا. المساحة لهذا ستكون 6 ضرب 6، لدينا 36 احتمال ممكن، 36 possible outcomes، possible outcomes، وهذا يعطينا تصور. يمكننا أن نفكر بشأن الحجر الأول، لدينا 6 احتمالات، ولكل من هذه 6 احتمالات لدينا 6 احتمالات ممكنة للحجر الثاني. إذن 6 ضرب 6، أو يمكننا أن نجد هذا من هذه الشبكة، إنها تحتوي على 36 خلية بالضبط. الآن ما هي الاحتمالات التي تحقق الشروط لدينا؟ هذا يستلزم منا الحصول على أزواج. إذن ما هي الاحتمالات هنا؟ حسناً، يمكننا أن نحصل على 1. إذا حصلنا على 1 على الحجر الأول، سوف نحصل على 1 على الحجر الثاني. إذا حصلنا على 2 على الحجر الأول، فسوف نحصل على 2 على الحجر الثاني. إذا حصلنا على 3 على الحجر الأول، فسوف نحصل على 3 على الحجر الثاني. أعتقد أنكم ترون النمط، سيكون لدينا 4 و4 و5 و5، ثم 6 و6. إذن كم من هذه الاحتمالات يتضمن الحصول على أزواج؟ حسناً، إنه 1، 2، 3، 4، 5، 6 احتمالات. لدينا 6 احتمالات أزواج، 6 احتمالات، 6 outcomes with doubles. حسناً، إذا سألك أحد ما هو احتمال الحصول على أزواج،
احتمال الحصول على أزواج عند إلقاء 2 من أحجار النرد السداسية المرقمة من 1 إلى 6 بي لي دبلز، هذا سوف يكون عدد الاحتمالات التي تعطينا أزواج. إذا ستكون 6 مقسومة على عدد الاحتمالات الممكنة الكلية، مقسومة على 36، وستة تقسيم 36 تساوي 1 تقسيم 6. الآن أنا متأكدة أنكم فهمتم هذا. هذه جميع الاحتمالات الممكنة، وستة منهم تحقق الشرط. إذا 6 من 36، إذا لدينا احتمال 1 تقسيم 6 للحصول على أزواج. لكن هناك طريقة أخرى يمكن أن تفكر بها. دعونا فقط نلقي الحجر الأول، سوف نحصل على رقم ما عليه. الحجر الأول سيكون عليه رقم ما. الآن لكي نحصل على أزواج، الحجر الثاني يجب أن يكون عليه نفس الرقم، أليس كذلك؟ لذا لا نهتم بما هو الحجر الأول، يمكن أن يكون 3 أو 4 أو 5، أنا لا أعلم ما هو. لكن بعد أن قمت بإلقاء ذلك الحجر من أجل الحصول على أزواج، فماذا سيكون الحجر الثاني؟ أيا كان الرقم الذي نحصل عليه على الحجر الأول، فإنه لدينا فرصة 1 تقسيم 6 بأن نحصل على نفس الرقم على الحجر الثاني. حسنا، إذا هذه طريقة أخرى. لدينا احتمال 1 تقسيم 6، الحجر الأول يقوم بأي شيء يريده. لدينا فقط 1 من 6 فرص، بحيث أن الحجر الثاني يحصل على نفس الرقم. على أي حال نحصل على نفس الجواب، وهو 1 تقسيم 6. إلى اللقاء.